أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في جولة صحافية جديدة مع صدى الأقلام لمتابعة أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. لا يوجد أي تنظيم سياسي في العراق يمتلك جهازا إداريا يمكنه إدارة مؤسسات الدولة. المشكلة تتعدى خصومه بين فريقين أو الإطاحة تتعدى خصومة بين فريقين أو الإطاحة بهذا الفصيل السياسي أو ذاك. وعلى الرغم من جزع الناس من سياسات الحكومات العراقية المتعاقبة، وعلى الرغم من ترحيب الناس بإزاحة الفاسدين، ولكن كما أزعم بحسب الكاتب ستبقى قضية تأهيل الملكات والنخب الإدارية المتميزة معضلة العراق إلى أجل غير مسمى. معجزة الحضارة الحديثة هي الدولة، سلطة قضائية محترفة وخبيرة يمكنها أن تحاسب الجميع لا تتداخل مهماتها مع باقي السلطات، وسلطة تنفيذية تضم خيرة العقول، سلطة تشريعية أيضا تسن قوانين لمصلحة المواطن لا أن تنشغل برواتبها الفلكية، نظام تعليمي حقيقي وليس مطابع للشهادات، مؤسسة أمنية وطنية قوية لا ميليشيات، نظام صحي يوفر الخدمات الصحية لا أن يضطر أحدنا للسفر لأبسط عملية جراحية، ومستوى خدمات يليق بالبشر، وبنية تحتية تعكس حجم الثروات التي يتمتع بها البلد، ونظام اقتصادي واضح الهوية. لا يوجد أي تنظيم سياسي في العراق يمتلك جهازا إداريا يمكنه إدارة مؤسسات الدولة. المشكلة تتعدى خصومة بين فريقين أو الإطاحة بهذا الفصيل السياسي أو ذاك. وعلى الرغم من جزع الناس من سياسات الحكومات العراقية المتعاقبة، وعلى الرغم من ترحيب الناس بإزاحة الفاسدين، لكن وكما أزعم ستبقى قضية تأهيل الكوادر والنخب الإدارية الكفؤة معضلة العراق إلى أجل غير مسمى. معجزة الحضارة الحديثة هي الدولة. أنا من أشد المتعصبين للدولة. سلطة قضائية محترفة وخبيرة يمكنها أن تحاسب الجميع لا تتداخل مهامها مع باقي السلطات، سلطة تنفيذية كفؤة تضم خيرة العقول، سلطة تشريعية تسن قوانين لصالح المواطن لا أن تنشغل بمرتباتها الفلكية، نظام تعليمي حقيقي هو ليس مطابع للشهادات، مؤسسة أمنية وطنية قوية لا ميليشيات، نظام صحي يوفر كامل الخدمات الصحية لا أن يضطر أحدنا للسفر لأبسط عملية جراحية، مستوى خدمات يليق بالبشر، وبنية تحتية تعكس حجم الثروات التي يتمتع بها البلد، نظام اقتصادي واضح الهوية. عن السيناريوهات الفاشلة لترميم سمعة الميليشيات كتب شاه القرداغي بالتزامن مع استقبال العراق آلاف الزوار الإيرانيين القادمين للمشاركة في زيارة الأربعينية، ادعت ميليشيات الحشد الشعبي إحباط مخطط لحزب البعث في جنوب البلاد كان يستهدف المراسم الدينية لأربعينية الإمام الحسين التي وافقت منتصف الشهر الحالي، والتي شارك فيها مئات الآلاف من داخل العراق وخارجه قادمين إلى مدينتي كربلاء والنجف. لم يقدم الحشد الشعبي معلومات تفصيلية عن هذا المخطط والمشاركين فيه، وباقي الأجهزة الأمنية أيضا والاستخبارات لم تنشر معلومات عن هكذا مخطط من خلال البحث عن الأسماء التي اعتقلها الحشد بتهمة الانتماء إلى حزب البعث والتخطيط لاستهداف زوار الأربعينية. يتضح أنها أسماء لأساتذة جامعيين وحقوقيين وشيوخ عشائر وشخصيات معروفة داخل المجتمع، ولكن لديها آراء وتوجهات معينة قد لا تتوافق مع رؤية تلك الميليشيات المنتشرة في أنحاء العراق. من هنا يتضح أن الحشد يعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف من خلال هذا الإعلان، وخصوصا في هذا التوقيت. محاولة جدية لإعادة بناء سمعة وصورة الميليشيات داخل المجتمع العراقي بصورة عامة والشيعي بصورة خاصة، بعدما تورطت هذه الجماعات المسلحة بصورة مباشرة في قمع أنصار التيار الصدري
واستخدام كل وسائل العنف ضد المتظاهرين السلميين للمرة الثانية بعد أحداث تشرين، والتي ساهمت في تغيير نظرة المواطنين لفصائل الحشد الشعبي بصورة جذرية، حيث عملت الفصائل المسلحة خلال الفترة السابقة على تقديم نفسها كحامية للمجتمع من خطر تنظيم داعش، وحصرت وظيفتها بمحاربة التنظيم ومنع عودته، إلا أن الأحداث الأخيرة نسفت هذه الصورة وأكدت أن سلاح الفصائل مسخر لحماية المقرات والمصالح الحزبية للشخصيات السياسية وتحقيق الأجندة الخارجية على حساب مصالح المواطنين. إن لجوء الحشد الشعبي إلى خلق هذه السيناريوهات التي لم تقنع الشارع العراقي لإعادة بناء الثقة وتحسين وترميم سمعته مجدداً، مؤشر واضح على إفلاسه وشعوره الواضح بنفور المجتمع من السلاح المنفلت بعد تكرر حوادث تدخل الميليشيات لضرب وقمع المدنيين من جهة ونهب ثروات العراق من جهة أخرى. إلى الكاتب جهاد بشير الذي ذكر في مقاله بصحيفة البصائر تحت وسم الصين تبيد مسلمي الإيغور، فقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية حملة إسلامية التوجه والمسار طبعا لنصرة المسلمين المضطهدين في تركستان الشرقية، بعدما رفضت سلطات الصين حصارا على مدينة فيها تسمى غولجا منذ ما يقرب من شهرين، قد حظرت إدخال الطعام إلى الأهالي الذين باتوا يواجهون صورا أخرى من التعذيب والتنكيل، فضلا عن ما يعانونه ابتداء من انتهاكات توازي بفظاعتها ما حصل للمسلمين في محاكم التفتيش بالمقارنة مع الزمان والمكان ومثل ما هو معتاد. لم يكن لحملة نصرة الإيغور صداها الممول في أوساط الأمة أو حتى في ميادين الإنسانية وحقوقها التي تروج مكذوبة في وسائل الأعلام ويعمل بها ضمن سياسة الكيل بمكيال، فهي أي حقوق الإنسان في منظور العالم ورأيه العام تطلق على أنشط ما تكون حينما يتعلق الأمر بفئة شاذة أو تجمع يريد أن يروج الباطل المناقض للفطرة تحت مسمى الحرية، على حين تكون منافسة بجدارة لأهل القبور في صمتهم وأجدادهم حينما تعلق الأمر بأقلية مسلمة أو مجتمع يدين بالإسلام ويطالب بحقوقه في الحياة والكرامة فيرد عليه بالتنكير والإبادة. سياسة القتل بالتجويع التي تمارسها الصين تجاه الإيغور المسلمين في تركستان الشرقية نمط قديم في محاربة الإسلام وأهله، وقد سبق للأمة خذلان شعب العراق الذي خضع للموت الممنهج في تسعينات القرن الماضي تحت مظلة الحصار الاقتصادي الذي استمر 13 سنة وأهلك حرث العراق ونسله قبل أن ينتهي باحتلال ودمار قضى على ما لم يفلح بإبادته، ثم أدخل العدو والأمة تتفرج قطاع غزة وأهله على خطوط هذا النمط من حصار وتجويع وحملات عسكرية أزهقت ما لا يحصى من الأرواح. وإذا كانت الشعوب والمجتمعات قد بلغت هذا الحد من الضعف والهوان، فإن الحديث عن سلاح المقاطعة بجميع مستوياتها الذي جرب تجاه فرنسا والهند وغيرهما فأثبت فاعليته يعود ليكون أضعف إيمان يمكن أن تبادر الأمة لمواجهة الصين والولايات المتحدة به على السواء، فإنه نقطة في رأس سطر ربما تجد أغلب الناس يقابلها بسخرية ويطرح السؤال التافه المعهود: ما هي جدوى المقاطعة؟ ولكنها مبادرة يجدر بمن كان يرجو الله واليوم الآخر أن يتبناها ليتحرر من قيود الحياة القائمة على المادية المحضة. تناول صحيفة التلغراف في مقال للضابط السابق بالجيش الملكي البريطاني ريتشارد كيمب فرضية تداعي الإمبراطورية الروسية وتفككها، فقد ذكر كاتب المقال أن بعضهم توقع أن تتفكك روسيا أمام ما تعرضت له من خسائر في أوكرانيا، ولكن ما بدأنا بالفعل في رؤية علامات عليه هو ضعف سيطرة موسكو على ما تسميه بالخارج القريب، وهي الدول السوفيتية السابقة التي ظلت تحت النفوذ الروسي الوثيق
وقال كامبل الهيمنة على إمبراطورية موسكو السابقة أمر حيوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى تصبح بلاده قوة عظمى، لكن حربه الكارثية في أوكرانيا ربما تكون قد قوضت تلك الهيمنة. ورأى أيضا المسؤول السابق بالجيش البريطاني أن الصراع في أوكرانيا تسبب بإلحاق أضرار اقتصادية في جميع دول الاتحاد السوفيتي السابق والتي تعتمد بدرجة أو بأخرى على موسكو. إن الغزو الروسي لأوكرانيا أثر أيضا على المخاوف الأمنية لدول الاتحاد السوفيتي السابق، حيث يخشى البعض على استقلاله، والبعض الآخر يدرك أنه قد لا يكون قادراً على الاعتماد على موسكو المتعثرة للحصول على المساعدة عندما يحتاجون إليها. على سبيل المثال، شنت أذربيجان الأسبوع الماضي هجوماً مميتاً على البلدات الأرمينية خارج ناغورنو قاراباغ، واختبرت رغبة موسكو في التدخل أثناء غزوها لأوكرانيا. والشهر الماضي وجه رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان انتقادات غير مسبوقة لحليفه الروسي، مشككاً في فعالية قوات حفظ السلام، وطلب مساعدة يعلم أن موسكو ليست في وضع يمكنها من تقديمها، حتى كازاخستان وهي حليف وثيق وطويل الأمد لروسيا بقيت على الحياد بشأن الحرب، ورفضت مساعدة موسكو في التهرب من العقوبات، ورفضت المطالب الروسية بالاعتراف باستقلال دونياسك ولوغانسك، بل إنها عرضت زيادة إمدادات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي وإيجاد طريق للغاز يتجاوز روسيا. نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا تناولت فيه انعكاس ازدياد أسعار النفط والغاز في جميع أنحاء العالم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 من شهر شباط فبراير الماضي. فقد ذكر الصحيفة أن مواقد الفحم والأخشاب بدأت تنفد من الأسواق الأوروبية بعد لجوء الكثيرين إليها من جراء انخفاض واردات الغاز الروسي والذي تعتمد عليه القارة العجوز في الصناعة والتدفئة في أثناء فصل الشتاء، وقد سجلت حالات سرقة للأخشاب. وذكر الصحيفة أيضا أن عددا من الألمان يخشون من عدم قدرتهم على دفع تكاليف التدفئة والطاقة في أثناء فصل الشتاء، مؤكدة أن بعض قوائم الحساب قد ازدادت بنسبة 70% لبعض المستهلكين. ويرى الأوروبيون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدم صادرات الغاز الطبيعي سلاحا لمعاقبة الغرب على فرض عقوبات على روسيا ليلقي قنبلة على المستهلكين في بعض من أغنى البلدان على وجه الأرض وفقا للصحيفة. بعض الدول الأوروبية شهدت زيادات أكثر من غيرها على دافعي الضرائب وصلت إلى 210%، بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا. وقالت واشنطن بوست إن الضائقة المالية جعلت بعض السكان في بريطانيا يتخلون عن الحيوانات الأليفة، بينما تحذر المدارس من أن ارتفاع تكاليف الطاقة يعني أنهم لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف الكتب المدرسية الجديدة. ويدرس المسؤولون في بولندا توزيع أقنعة مكافحة الدخان، حيث يفكر البولنديون في حرق القمامة للتدفئة في الشتاء، ويقوم السكان في العاصمة الألمانية برلين بنفض الغبار عن أفران الفحم والأخشاب التي كانت ذات يوم بمثابة تأمين ضد الروس الذين كانوا يستهدفون إمدادات الطاقة خلال الحرب الباردة. وفي ظل ندرة وارتفاع أسعار الحطب، بدأ بعض اللصوص بسرقة جذوع الأشجار، بينما ينشئ المحتالون مواقع إلكترونية مزيفة متظاهرين بأنهم بائعو أخشاب لخداع المستهلكين اليائسين. وتم بيع أفران الحطب في العديد من البلدان بالكامل تقريباً. وهذه وقفة قصيرة مع رسوم الكاريكاتيرية.
اكتشف مزارع فلسطيني لوحة فسيفساء مزخرفة بيزنطية في أثناء محاولته زرع شجرة زيتون في أرضه بغزة. وقال سلمان نباهين إنه كان وابنه يحفرون في الأرض عندما اكتشفوا البقايا، واكتشفوا لاحقا أجزاء أخرى تصور حيوانات وطيورا ملونة. ووصف الخبراء لوحة الفسيفساء بأنها أحد أهم الكنوز الأثرية التي عثر عليها في غزة على الإطلاق. وقال نباهين لوكالة رويترز الأنباء إنه علم أن هذه الفسيفساء تنتمي إلى العصر البيزنطي بعد البحث عبر الإنترنت. يذكر أن الإمبراطورية البيزنطية هي النصف الشرقي من الإمبراطورية الرومانية، واستمرت لأكثر من 1000 عام بدءا من عام 330 ميلادية. ووصف عالم الآثار ريني ألتر الذي يعمل في المدرسة الفرنسية أن هذه هي أجمل الأرضيات الفسيفسائية المكتشفة في غزة، سواء من الناحية الجمالية أو من حيث تعقيد هندستها. ويذكر أن غزة كانت طريقا تجاريا مزدحما عبر مئات السنوات للعديد من الحضارات، وهي غنية بالآثار. وليس بعيدا عن غزة، فقد عدت سلطة الآثار الصهيونية التنقيبات الأثرية الأخيرة مقابل البحر الأبيض المتوسط قريبا من البلدتين الفلسطينيتين المهجرتين يبنى والنبي صالح، قريبا من مدينتي الرملة ويافا، داخل أراضي عام 48 عدتها إحدى اكتشافات العمر التي تحدث مرة واحدة. وفيها عثرت على كهف لدفن الموتى من الحقبة الفرعونية عمرها 3300 سنة. وقد كشف النقاب عن مغارة الموتى الفرعونية هذه في أثناء حكم رمسيس الثاني في أثناء عمل تطوير، وبعدما ضربت جرافة صخرة ودحرجتها من موقعها فتكشفت فتحة المغارة التاريخية التي فتحت ودخلها باحثون للمرة الأولى منذ 3000 سنة وثلاثة قرون. وجدوا في أرضيتها عشرات الموجودات الأثرية المرتبطة بطقوس دفن الموتى في تلك الحقبة القديمة من تاريخ مصر الفرعونية. ويوضح الباحث الأثري وليد أطرش للقدس العربية أن مغارة الموتى الفرعونية المكتشفة تزود الباحثين بصورة تامة عن طقوس الدفن في الحقبة البرونزية المتأخرة. نتابع الآن المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. نحن اليوم عم نرسم على جدراننا اللي دمر طيران بشار الأسد. هاي المأساة اللي عم بتصير كل يوم للأسف عم بيكون عرضة للغرق في البحر نتيجة الظروف القاسية وتقاعس حتى الحكومات الأوروبية وحتى الحكومات يلي بتدعي الإنسانية عن مساعدتهم. يعني هذا البلم بيحمل مثلا 20 راكب للأسف عم يضطروا يحملوه يمكن 70 أو 100، فنتيجة هالحمولة الزائدة عم يغرقوا الأشخاص. نحن هون عم نشوف ملامح هذا الشخص يلي دفن ابنه في موج البحر لأنه ما قدر يوصل لليابسة. قهر العالم كله مجتمع في وجهه، ورسمنا حتى الأمم المتحدة بحدقة العين فقط عم تراقب. بهذا تنتهي مشاهدينا الكرام جولتنا الصحفية لهذا اليوم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.